الأهلي يهزم أسوان بثلاثة أهداف مقابل هدف ويقترب من صدارة الدوري والعودة إلى مكانه المفضل. كابتن شريف ألف مبروك المكسب. ألف مبروك كابتن. مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا بتنتقل بيهم للمباراة القادمة بإذن الله. وتبقى أنت الأول على الدوري. بإذن الله رب العالمين. ده اللي إحنا بنتمناه جماهير النادي الأهلي كلها بإدارته بلاعيبته. كل الدنيا كلها باذن الله. الماتش الجاي هنحط بقى القواعد والاسس، خد بالك، مباراه ثانيه خالص، لعيبتك هتبقى رجعت باذن الله، عندك قوام اساسي تقدر تواجه بيه جميع المباريات اللي جايه. صحيح. الف مبروك. الله يبارك فيك كابتن علاء. الف مبروك كابتن. قعدنا برده على اعصابنا اخر خمس دقائق لحد ما بوليا جاب الجول كالعاده. يعني واضح ان الثلاث ماتشات الاخر دول انت لازم تقعد على اعصابك لحد ما تاكد على ثلاث نقاط. لكن مبروك، ثلاث نقاط مهمين جدا في سباق الدوري. وما يجي بقى نتكلم على المباراه كفنيا فيها كلام كتير بصراحه. صحيح. كابتن اسامه الف مبروك، فوز مستحق للنادي الاهلي برغم حرق الاعصاب. الحمد لله. يعني اهم في المباراه ثلاث نقط. صحيح. قربتنا من الصداره وده مهم جدا، وكويس انه في فتره توقف بعد المباراه ديت عشان نراجع حساباتنا في بعض الحاجات، وان شاء الله تكون لعيبه برضو المنتخب اللي هم بيرجعوا يساعدوا في سواء في كاساسيين او بدلاء، او لانه في امور كتير طبعا عايزه يعني توقف فيها ان شاء الله يعني باذن الله. بس كابتن بلال الف مبروك. مباراه سهله لكن الفوز كان صعب. لا الفوز سهل برضه. لا الفوز صعب عليه. صعب قوي يعني. لا طبعا مبروك طبعا للنادي الاهلي، فوز مستحق طبعا. يعني انت لما تيجي تشوف المباراه كمجمل يعني طبعا النادي الاهلي سجل ثلاث اهداف، اضاع اكثر من هدف. هي فكره ان انت جيت في وقت من الاوقات قلقان، يعني دخل فيك جول، الحماس زاد عند فرقه اسوان، في كره تعبت انقذها علي لطفي وانا بأشيد بيه طبعا، يعني انقاذ رائع جدا جدا جدا. كان ممكن المباراه تروح في حته ثانيه، ولكن الاهلي افضل طول المباراه. بس صحيح. زي ما قال كابتن من شويه، احنا اللي بنحط نفسنا في الحته دي. يعني فرقه النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي هي بتحط نفسها في الحته دي. وكمان عايز اقول حاجه ثانيه شويه، التغييرات الكتيره ساعات بيبقى ليها زي ما بيبقى ليها عامل ايجابي بيبقى ليها في بعض الوقت عامل سلبي. يعني انا كسبان 2-0، تغيير كتير قوي، اللعيبه اللي داخله لسه ما دخلتش في موديل جيم، بتلاعب فرقه عندها حماس كبير جدا، ممكن تقللك شويه. وفي بعض الاوقات لما تبقى لا قدر الله متعادل بيبقى العكس، بيبقى الحماس اكتر بكتير جدا، الرغبه بتبقى اكتر، فبتقدر تسجل زي ما عملت المباراه اللي فاتت. ولكن الحمد لله مكسب طبعا. انت بتحتاج في بعض الاوقات الثلاث نقاط بتبحث عنهم بشكل كبير عشان تفضل تستمر، حتى وان كان ادائك يعني مش بالاداء المطلوب، ولكن انت برضو بتبحث عن الثلاث نقط المهمين بالنسبه لك خصوصا في الفترات الاخيره من عمر الدوري. الفترات الاخيره، المباريات المتلاحقه، اللعيبه اللي يمكن اكثر نادي عنده تضرر من حته المنتخب الاولمبي كلعيبه، يعني كلعيبه هو النادي الاهلي. انت عندك اربع لعيبه اساسيه في النادي الاهلي مش موجوده النهارده. مش موجوده عندك، بالاضافه برضو ان انت عندك لعيب ممكن النهارده يكون بديل لمجدي قفش ناصر ماهر، برضو مش موجود، كان ممكن في بعض الحالات ياخد او في بعض الاوقات ياخد في الفتره الحاليه دي، برضو مش موجود النهارده. فالاهلي تضرر، ولكن عشان كده بنقول ان المكاسب لما تيجي في وقت الصعوبات بتبقى هي هو ده المطلوب يعني كحاله عامه. الثلاث نقط. طبعا.